أتمنى إن المجتمع ما ينظرش للمعاق نظرة قاصرة، إنه يشوف المعاق إنه يشوف لإبداعه ما يشوفش لإعاقته، لأن الإعاقة منحة لا محنة. وفي النهاية يعني هو المعاق اللي يبدي جدارته للمجتمع، فأتمنى إنهم يدعمونا معنوياً. زي كرة السلة وتدرب فيها أشخاص ذوي الإعاقة، أنت بتظهر للمجتمع إنهم أصحاب إرادة وأصحاب عزيمة. فهذا البرنامج أيضا هدفه الأساسي هو اللياقة البدنية، فالأشخاص ذوي الإعاقة هم بحاجة أساسية إلى علاج طبيعي، إلى حركة، فهذه شبه معدومة عندنا في اليمن.